لما نحكي عن توازن بالسلطات معاليك، يعني هلأ فينا نقول أنه صرنا بمرحلة خلل بالتوازن، وخصوصا مع غياب رئيس الجمهورية. هل بهذه المرحلة اللي عم يحكم هو الرئيس ميقاتي والرئيس بري؟ الحكم بالنتيجة هو سلطة تنفيذية. السلطة التنفيذية هي اليوم مقيدة جدا بأحكام الضوابط اللي حتوافق المادة 20 من الدستور. هذه قيادة مرحلة انتقالية يجب أن تكون قصيرة، وقصيرة جدا. هذه مش مرحلة حكم عادي، هذه مرحلة انتقالية. هذه حكومة بالدستور، لأنه الدستور ما في يقبل بالفراغ بالأساس. هذا الشغور، هالشغور عم تديره هذه الحكومة لفترة ينتهي مع شغله من مسؤوليتها هي. فإذا المسؤول عن الشغور هو مجلس النيابة، إدارة هالفترة هيدي هي هالحكومة المحدودة الصلاحية جدا. مشان هيك اليوم بدنا نشوف كيف بسرعة اليوم مجلس النيابي بخميس الجاي، خميس اللي بعده، بس كل ما طالت اوعى حدا يحط المسؤولية على الحكومة. الحكومة ما مسؤولة إذا طال الشغور، مش مسؤولة. بالعكس، لازم هلا نساعدها ونحسها ونطلب منها انه اي شيء بيساعد على وقف التدهور الاقتصادي المالي الاجتماعي ندعمها، تعمله ونحسها تعمله. وانا بعتقد هذا اللي صار امبارح مجلس النيابي، انه انت مطلوب منك تكفي العمل، ولكن برجع بقول ضمن المفهوم الضيق، لانه ممنوع الغلط بهذا الموضوع. لسان حال الجهات السياسية اللي معروفة بالبلد واللي بتشتغل شوي هيك بتنقر بالكواليس السياسية بموضوع إن كان الرئاسي أو أي ملف سياسي، لسان حالهم أنه اليوم حزب الله ما عم يقدر يمون على حليفه الوزير جبران باسيل لاختيار مرشح يمكن بيصون حزب الله والمقاومة الإسلامية. اليوم بيقولوا أنه الرئيس بري والرئيس ميقاتي سجلوا هدف سياسي كتير كبير بملعب الوزير جبران باسيل من بعد اللي صار امبارح بمجلس النواب. هل سجل بالسياسة هذا الهدف فعليا؟ هل استطاع أن يقوم الرئيس بري والرئيس ميقاتي بما لا يستطيع أن يفعله حزب الله؟ أنا ما في يعني ما كان في شك بالموضوع. صلاحيات الحكومة هيدي ما في شك فيها، الصلاحيات المقيدة يعني هو تأكيد، وانكتبت وين ما كان تأكيد المؤكد. ما في زوم له كان، ولكن أحسن معلش ما. بس ولكن هيدا ما بعتقد بيدخل بسياق سعي حزب الله على أن يخلي تفشيح سمان فنجي هو التفشيح المفضل عند كل فرقاء اللي بيدوروا بفلك الحزب. أنا بعتقد ما له علاقة. الفراغ اللي كان عم يسعى له يمكن، أو يلي صار، مين بيخدم؟ لا بيخدم لا هيدا ولا هيدا ولا هيدا، لأنه المقولة أنه بالفراغ الوزير جبران باسيل بده يجرب يشيل العقوبات ليصير هو المرشح الأفضل عند حزب الله. بعتقد هيدا بسموه بالإنجليزي far fetch، أنه يعني هذا بتعرف العقوبات ما بتنشال بقرار سياسي، بتنحط بقرار من وزارة العدل، من وزارة المال بهذا، وبتنشال بقرار قضائي. ما بتنشال كيف ما كان، وهذا موضوع بياخذ وقت وبياخذ جهد. فاذا هذه المقوله انه عم الفراغ مطلوب لهيك، انا باي فار فيتش يعني هذا. اليوم نحن قدام معضله، لبنان مقسوم قسمين، قسم بيروح على تفشيح موحد عند فريق حزب الله، حركة أمل والتيار ومن تاني مال ما بيقول سميهم ال 14 إدار، نعم سابقا والتغييرين مراكزهم متباعدة جدا 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 بالأساس وبالمعضلة، لأنه عندك خطين بدك تخطيهم. أول شيء التلتين 86، وبعدين بس تقطعي بصفة هين جوا تحت، وكل واحد من عنده قدرة يعطل 86. مشان هيك الموضوع حاليا ليش موضوع لا سليمان فنجي ولا جبران باسيل ولا أي آخر، هو كيفية التواصل،
الى وجد الى ايجاد ال 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 البوتقه اللي بتقدر تعمل ميلتنج بوينت، تعمل مكان انك تقدر شويه تذوبي هالحده بالبعد بين الاطراف، بعد كبير بين الاطراف. طيب سعى الرئيس بري الى الحوار وفشل. مشان هيك عم بقول لسه ما بدها قوه، بدها قوه ترجع تقدر تذوب هالفروقات الموجوده المتباعده جدا بين الفريقين لنقدر نوصل لمحل يكون في التقاء. هذا الموضوع لسه ما مبين، لانه مش قضيه شخص، لا قضيه رئيس، لا قضيه جبان بسيل، ولا قضيه سمير فنجي، ولا قضيه ميشيل معوض. لسه الموضوع متباعد جدا. ما في لسه طاقه قدرت تقدر تنتج 86، تجيب 86 حتى نروح ساعتها على المفارقه بين شخص او شخصين او ثلاثه. السنه بالتباعد المبدئي. هذا الموضوع لازم نشتغل عليه، وانا يمكن كنت بقول انه فكره رئيس بيبي بقول لازم كانت تتاخذ. لانه الموضوع مش موضوع نعمل جلستين وثلاثه وعشره و12، طالما السنه ثابتين بمواقعنا المتباعده جدا. بده مين يقرب المواقع المتباعده، يشوف شو بيخلي المرفوض هون يصير مقبول هون والعكس صحيح. طيب معليك، بس هيدي المشكله اللي خلت الحوار يفشل هو موضوع الاصطفاف الطائفي اللي امبارح شفناه بمجلس النواب. صحيح. واللي دائما بنسمع فيه انه لا يمكن لرئيس المجلس ان ياخذ صلاحيات رئيس الجمهوريه اللي هو يجب ان يدعو الى الحوار. وبالتالي يعني هذا الاصطفاف واقع صار، والقدرة على التعطيل عند الفريقين مش عند فريق واحد، وبالتالي نحن رايحين إلى فراغ طويل يشابه فراغ ما قبل 2016. في مجال، في مجال على الحالتين. أنا بس ما دفاعاً عن الرئيس بيبي، ولكن الحوار اللي كان داعي عليه الرئيس بيبي وليس حوار بموضوع أساسي مثل الحوار مثل استراتيجية دفاعية أو 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 أي موضوع. نعم. وطني كان رأيه الحوار لاتفاق على كيفية تزويب نوعا ما هذا التباعد وهذه الفروقات الكبيرة في المواقف لكي نقدر نلاقي نقطة التقاء. طب ما قدر هذا بهدف بهدف إجراء انتخابات رئاسية. في ناس أخذتها أنه هيدي عم يأخذ مكان رئيس الجمهورية، ممكن فيها بمحل صغير ممكن، بس برجع بقول لو كان الحوار على أمور وطنية ما انحى. طيب بس الرئيس بري كان واضح أنه القوات اللبنانية والتيار هن اللي رفضوا فكرة الحوار، ويعني كرمال هيك لغى هذه. صحيح. الدعوة. ما قدر الرئيس نجيب مئات يمون على القوات اللبنانية للمشاركة بهذا الحوار وحشر أكثر الوزير جبران باسيل بموضوع رفضه لمنطق الحوار حول رئاسة الجمهورية؟ الاتصال يعني الهم تبع رئيس مئات هالأيام كان هم غير محل. يعني بتعرفي في هجمة كان سياسية من قبل التيار على صلاحيات رئيس الحكومة، وكان حقيقة يعني ما كان بوضع مريح، وبعدين كان عنده تحضير القمة وهلا تحضير لقمة شرم الشيخ. ما كان الموضوع، بس ما بعتقد كان الأفق مطروح بهذا الموضوع. لأنه هذا الموضوع اليوم كل شيء بيعمل تشنج خففي، كل شيء بيعمل تباعد خففي، بس هيدا ما بده يأخر. برجع بقول لاقي نقطة الالتقاء التي تقرب البعد، لأنه البعد كبير. في ناس أنا سلاحي بتضل أولوية عندي، في ناس بتقول لك سلاحك هو أنا جزء من مشكلتي. نعم. ما يعني في شغلة كيانية. وبس هذا الخلاف مين عم يدفع حقه؟ الناس. مشان الحكومة هم تخفف وطأة هذا الخلاف. بس المشكلة الأساسية هذه، وهذه نتيجة عن شيء من 69 بلش، لما نحن طلعنا من البناء لجمهورية ديمقراطية وطنية رحنا إلى جمهورية طوائف. نحن كان عندنا نظام بيحكم، كان دولة بيحكم القانون، صارت دويلات بتحكمها الزعماء الطوائف. نحن بوضع كتير صعب، عم نمأسس الوضع الطائفي الذي يتحكم بمصير الدويلات المنقسمة، يلي هيدا أدى إلى نشوء هذه الهوة وهذا التدحرج الكبير بالأوضاع المالية والاقتصادية، وما حدا يضحك على التالي.